مساء الخير، اهلا مع حضراتكم وحلقه جديده بوضوح. النهارده عندنا حلقه جميله جدا وفنيه جدا، ضيفتنا فيها فنانه بتجمع بين الموهبه والجمال، قدرت فتره صغيره قوي انها تغزو قلوب مشاهديها من خلال اطلاله على الشاشه لم تتجاوز ال 30 ثانيه، ومن وقتها اصبحت فتاه احلام كل الشباب ومثل اعلى لكتير من البنات بعد ما اصبحت اشهر فتاه اعلانات في مصر، وتبدا مرحله جديده من الانطلاق للنجوميه بقى في الوسط الفني السينمائي والتلفزيوني. ضيفتي النهارده فنانه وقفت قدام عمالقه التمثيل واصبحت نجمه من نجوم الصف الاول في وقت قصير جدا. من اهم اعمالها طبعا حياه الجوهري، الليل واخره، رد قلبي، جبل الحلال. نجمتنا النهارده الفنانه الرقيقه والصديقه العزيزه نرمين الفي. اهلا وسهلا. اهلا بيكم، ميرسي على التقديمه الحلوه دي. نورتينا بجد، ميرسي. يعني سعداء جدا بوجودك النهارده. انا اللي سعيده بجد. خلينا نشوف التقرير اللي عمله زملائنا في الاعداد عن الفنانه نرمين الفي ونبدا حوارنا معاها بعد كده. شفت التقرير ده مليان شغل، مليان يعني تحسي عامله حاجات كتير، عشتوا الف عام. لا واخترتوا حاجات حلوه بجد اخترتوا حاجات حلوه قوي، ميرسي. قولي فكره انك انت بدأت حياتك بشكل جميل جدا كممثلة اعلانات، كان ساعتها الفكره سهله لاي بنت انها تكون موديل اعلانات وتطلع في اعلانات تلفزيون؟ انا ما كنتش مفكره طبعا في الموضوع ده، هو جه بالصدفه البحته. كان طلعت يوحنا كان في العجمي وانا بالصدفه كنت في العجمي وشافني وقال لي اعلانات وبتاع، قلت ليه لا، فسالت والدتي وفعلا رحت عملت تست كاميرا. رجليا كانت بتخبط في بعضها اول مره خالص قدام الكاميرا، كنت مرعوبه وكنت ملخبطة. واحدة واحدة ابتديت وحبيت الموضوع جدا، حسيت فيه شقاوة، حسيت بس أنا ما كنتش عارفة أن أنا كنت هعمل إعلانات، يعني عمري ما جريت وراها، يعني ما كانتش في بالي قوي، بس بعد كده بقت حاجة بالنسبة لي مهمة قوي. يعني كنت بتحسي بإيه وانت ماشية في الشارع والناس عارفاكي لمجرد أنك عملتي إعلانات؟ كان من أكتر، كنت مشهورة جدا على فكرة في الإعلانات، أصل ما كانش فيه ناس كتير قوي ساعتها، يعني كانوا معدودين زي ما بيقولوا على الصوابع. كنت ببقى مبسوطة بس ما كنتش معروفة بالشكل الكافي يعني، بس كنت مبسوطة وما كانش برضو في بالي ان ساعتها الجمهور كان يبقى عارفني، اني بادية صغيرة قوي في الاعلانات، بس كنت فرحانة. يعني لما كان بيجي مثلا عرض اعلان ليا كنت ابقى فرحانة جدا، ابقى رايحة طايرة من الفرح. وكنت ساعات انا والدتي افتكر نسافر مثلا بالسوبر جيت، كنت اقعد اذاكر اذاكر لان انا كنت ساعتها، لا مش الاعلان طبعا، اذاكر لان انا كنت بدرس ساعتها. فكانت والدتي شاطره يعني، كويسه شاطره. كنت شاطره تخيل يعني، الحمد لله. كنت شاطره الاولى برضه وحاجات زي كده، مع ان والدتي كانت دايما تقولي انا عايزه اعرف انت بتذاكري امتى، انت يعني امتى بتذاكري، انت بتغشي، انت بتعملي ايه بالظبط. بس الحمد لله. ايه يعني الاعلانات اللي انت بتعتز بيها قوي فاكراها وحسيت انها قد ايه كانت لطيفه وفيها ابتكار؟ يعني اكتر حاجات كان انا مندوبة مصر للتأمين يا أستاذ أمين، دي كانت مشهورة خالص. وتلفزيونات ان اي سي، تالي مصر، أنا أعتقد عملت كل المنتجات، يعني ما فيش منتج أعتقد. قولي تاني عملت إيه تاني؟ عملت حاجات كتير قوي، وعملت شمعدان، عملت حاجات كتير. كنت بتقولي الشمعدان إيه؟ زي ما بيحبك بتحبه كمان وكمان. لا عملت حاجات كتير واشتغلت مع مخرجين كتير. ودفاية نور؟ دفاية نور ده مهم قوي. والمروحة؟ وايه تاني؟ حاجات كتير قوي. لا بجد كم سنة اعلانات؟ انا قعدت تقريبا بتاع 4 سنين اعلانات، وما كنتش بشتغل ساعتها، بس قعدت 4 سنين اعلانات. كنت مستمتعة بيها؟ جدا جدا. ولما عملت اعلان مؤخرا، اعلان واحد عملته عن كومباوند، كنت سعيده وانا بعمل. لا بس انت عملتيه مؤخرا كنجمه. بس بقى كنت برضو مبسوطة. يعني نجمه خلاص، بقيتي نجمه بقى ومعروفه وبتعملي اعلان. هقول لك ايه الحلو كمان في الاعلان غير تصوير المسلسلات او كلام من ده، بيبقى التركيز اكتر على الموديل، يعني بيبقى التركيز كده في زي ما بيقولوا هدوء، في بيصوروا كادر كاننا بنصور سينما، غير طبعا التلفزيون موضوع مختلف. قولي لي الموديل اتغير من ساعه ما انت ظهرتي للنهارده؟ طبعا. في ايه؟ طبعا. لا التكنولوجي طبعا بقى فيه دلوقتي الكروما، بقت طبعا كان عندنا كروما وكل حاجه، لكن دلوقتي الموضوع طبعا مختلف تماما مختلف. ما بقاش فيه الاعلانات بتاعه زمان، وكنا ناخد اغنيه معينه حتى لو موجود منها دلوقتي بس مش بكثره. لما في اعلانات دايما بنقعد ندندنها، نعملها اعلان
بنحفظها اكتر فبتيجي على المنتج. دلوقتي الموضوع شويه اختلف بقى شويه واخد بويش شويه كده يعني. وفعلا في ناس يعني احنا لسه لغايه النهارده مفيش حد فينا مش حافظ اعلانات بتاعت انجرام واطلع يا لورد وبيستك بيستك بيستك ناو والحاجات دي كل الحاجات دي الناس حافظاها طبعا طبعا يعني. وفي النوستالوجي بتاعتها تقول لك يا سلام ده الذك اجمل ذكريات عندنا بالظبط. وهات لنا ريري ده قبل كده قبليكي طبعا ريري ده قبليكي خالص يعني. طب النقله بقى جت ازاي بقى من الاعلانات للتمثيل؟ طبعا الاعلانات بتبقى هي النافذه اللي من خلالها بتطل بيها على المخرجين المنتجين كلام ده. انت كنت حاطه في دماغك عايزه تكوني ممثله ولا موديل اعلانات كفايه بالنسبه لك؟ ولا كان زي الاعلانات ما كانتش في بالي، تمثيل ما كانش في بالي لولا ان دخلت واتطلبت بالصدفه البحته. بس مش اتطلبته بقى بعد 4 سنين، لا اتطلبته اول ما اشتغلت ما فيش بحاجه بسيطه يعني. كان في رفض شويه، مش من الفن، مش هطلع اقول لك رفض من الفن عشان لا لا لا، رفض عشان اخلص تعليمي يعني، هو ده كان الخوف. عملت ساعتها يعني إرضى لوالدتي، قلت لها بصي هشتغل يعني عملت مسلسل حبيت جدا الشغل فيه، حياه الجوهري طبعا كانت البدايه، وقبليها كان في دستور يا سيادنا، كان احمد بدير هو اللي رشحني واقنع والدتي، وانا طبعا كنت عامله لها اراجوز في البيت، هشتغل من فضلك ما تخافيش حاجات كده وبس. وابتديت بس انت بقى نزحتي كده اسكندرانيه وقاعده في اسكندريه تيجي تعمل اعلان وتمشي، لكن مسرح كل يوم التزام طبعا، فكرتي بقى موضوع تاني انك تعزلي بقى تيجي القاهره ولا؟ فعلا قعدت في شقه جدتي لغايه ما هدت تاني بعد كده رحمه الله عليها. وفضلت قاعده بقى في مصر في شقتي، وفضلت في شقتي على فكره فتره كبيره جدا، برغم انها كانت شقه صغنطوطه كده ومحندقه وجميله، لكن كانت وشها حلو عليا. مسرح ومع فنان كبير زي احمد بدير ودستور يا سيادنا، والمسرحيه دي كانت نقد سياسي وكان مغلف بالكوميدي يعني، اتبهدلنا فيها بهدله واتوقفت كام كان مره، كان اول مره ندخل نيابه كلنا وانا اقول لهم طب يعني لان كان في سياسه، ففي ناس بلغت وقالت المسرحيه فيها سياسه وانتوا بتتكلموا عن الريس وحرم الريس وكلام من ده، فكنت مخضوضه يعني، شفنا فيها حاجات كتير. طب ايه لقيتي؟ طب اول مره اخش يعني نيابه اول مره تمثلي ويسالوني بقى انت كنت سياسي؟ طبعا انت يعني كانت حاجه قويه بالنسبه لي، وتقعد بقى وفي تحقيق بجد، وانا بس اقول له احنا بنمثل. اتهموكي بايه؟ كانت حاجه تبع السياسه يعني، طبعا احنا بنتكلم عن الرئيس ومرات الرئيس وكلام من ده. وتوقفت اظن المسرحيه كذا مره. لا بالعكس، لا ما هي اتوقفت وكملت بعد تاني طلبوا حذف بعض الحاجات. وعلى فكره كانت من المسرحيات بجد، مش عشان كانت بدايتي، لكن اولا كان في جلال الشرقاوي ده مخرج كبير، فتتلمست على ايد الاستاذ جلال الشرقاوي، وما بيرضاش باي حاجه يعني طبعا. يعني يا نرمين لا كذا، يا بنتي كذا، الطريقه بتاعته الجميله دي. طبعا الاستاذ احمد بدير كان في كاست كبير جدا جدا، كان فيها اكيد مشاكل كتير مسرحيه، بس لو هنتكلم فعلا كنص مسرحي وكابطال وكمخرج وكلام من ده، لا كانت مسرحيه لا يستهان بيها بصراحه. والغريبه انك انت بعد المسرحيه دي وطبعا عملت نجاح كبير، والحقيقه هي من اهم يعني المسرحيات المهمه في المسرح السياسي لما نحطها في المسرح السياسي، دخلتي في دور مهم جدا ومعاكي يسرى الفنانه الكبيره ومعاكي مصطفى فهمي ويعني معاكي احمد ادم، كان في كاست ادم وعامله دور شرير فيلنا يعني بالظبط زي ما الكتاب ما بيقول. النقلة دي جت ازاي؟ يعني يمكن المسرح شوية صعب، لكن برضو يعني ايه ممكن تقولي مع الاعتياد بتخضعي عليه، لكن تلفزيون ومسلسل وفي رمضان ومخرج أول مرة يخرج ساعتها المخرج الكبير وائل عبد الله النهاردة، أظنها كانت تجربة مهمة. طبعا هي دي كانت زي ما بيقولوا مربط الفرس، to be or not to be، إني أكون أو لا أكون، إن نرمين هتكمل وهتشتغل ولا نرمين مش هتشتغل او هتتحط في انهي صف. فالعوامل كلها كانت عوامل مهمه جدا ليا. طبعا انا بشتغل مع نجمه او نجوم كبار، عمل مصروف عليه، سيناريو رائع للاستاذ جلال عبد القوي، فطبعا كانت بالنسبه لي خوف لانك بتقف برضو قدام مدام يسرى،
وانا لسه يعني بليه طالعه من المدرسه وجامعه وكلام من ده، وبقف قدام مدام يسرى. استثمرت النجاح بس الحمد لله انه اتحطيت في المكانه المظبوطه اللي بناء عليها قدرت اكمل بقى المشوار كله. اظن المسلسل عمل لك نجاح كبير. هل الناس يعني صدقت كرهتك؟ خطفت رجاله وحاجات كده. كرهتك؟ كنت امشي في الشارع يقعد تقول لي انت ايه بقى خطفت رجاله انت بس، ونبي شكلك لطيفه قوي. والله انا فاكره تعليقات الناس والله والله ابدا ده تمثيل. تقول لي ايوه بس انت ليه طالعه شريره كده، طب انت ليه مش عارفه ايه. بس انا بحب على فكره الادوار اللي فيها لعب، فيها من الحياه قوي، فعلا بتاخد القلب وبتاخد المشاهد. يعني دي بتبقى مهمه. يعني انت لما تشتغلي مع استاذ جلال الشرقاوي اكيد استاذ جلال ممكن يقول لك ينصحك، يقول لك اعملي كذا تعمليش كذا، يوجهك. ايه التوجيهات اللي انت خدتيها من استاذ جلال او من غيره من الكبار الفنانين في بداياتك اللي يمكن فادتك اكتر ما البعض ممكن ياخدها؟ يعني انا ما احبش حد يوجهني، استفدتي منها بجد؟ استفدت. اولا هو اول واحد هو والاستاذ يوسف شعبان. يمكن استاذ يوسف ما يكونش فاكر انا عندي مشكله في صوتي. صوتي فيه شويه تحس انه طفولي، بس دي حاجه بتاعت ربنا. علموني ازاي انا دلوقتي عشان بتكلم معاك طبيعي فبتكلم بصوتي. لكن اكيد في التمثيل بعرف العب بطبقات الصوت. نشوف كده بعد اذنك، نشوف الطبقات. دوري. فابتديت اتعلم واركز في الحدوته دي. نرمين ما تبصيش على الكاميرا، ما تعرفيش انت بتعملي، مثلي والكاميرا هي اللي هتصورك. ده كانت التعليمات الاولانيه اللي تعلمتها منهم وتعلمتها من كل المخرجين طبعا واحده واحده اللي تعاملت معاهم. وكمان في الفتره دي عملت الفوازير مع الفنان سمير غانم وغنيتي كمان الليمون اللي غاروا مني طبعا. ايوه. وانا اشكرك لانك كنت الحقيقه واحنا اتكلمنا في الموضوع ده بجد. انا من وراك بقولها انت من ارجل الناس اللي وقفوا معايا في حياتي، وخصوصا في بدايه. البدايه دي دايما بتبقى البنت او المادموازيل اللي داخله التمثيل، يا اما هتلاقي بوش او حد فعلا يبقى ساند او حد يديها الفرصه. فبجد انا مش بجاملك، انا بقولها لك بجد، لانك جيت في الشعره اللي كانت ممكن تتقطم ان انا ما امثلش او ما اشتغلش. انت كنت من ارجل الناس. انت فاكره؟ انا فاكره كويس جدا. لا انت وكانت جداً. وكانت الحقيقه الفوازير رائعه وعملت فوازير. تجربتك الفوازير شايفاها ازاي؟ يعني هل كانت بدايه انك انت ممكن، يعني انا فاكر ساعتها استاذ سمير غانم كان دايما شايفك انك انت هتبقي نجمه في الفوازير وراهن عليكي، وجيتي عملتي استعراض وغنيتي. هل انت كان من ضمن حساباتك او اجندتك زي ما بيقولوا طالما انا مثلت يبقى لازم اعمل الفوازير في يوم من الايام؟ تجربة الفوازير أنا دخلتها كأي تجربة، زي ما ممكن أعمل مسلسل لغة عربية، أعمل مسلسل في استعراض، أعمل مسلسل في أطلع في دور غازية، أطلع في دور بنت البلد، أطلع بنت الباشا. بجرب كل حاجة، والواحد لازم يجرب. ممكن يبين طاقة عنده أو يبين موهبة عنده من عند ربنا سبحانه وتعالى. فدي مهمة، يعني الواحد يعمل كل حاجة. بس الفوازير لو فعلاً مستمرة كانت لغاية دلوقتي من أمتع الحاجات، لأنها قصص جميلة وبتاخدك، يعني بتاخدك الحدوتة بجد. فدي لو موجودة لغاية دلوقتي للأسف ما بقاش عندنا الفوازير، ومش عارفة ليه. يعني لو فكروا يعملوها تحبي تعمليها؟ جدا جدا، وبتطلع كل الطاقات، فن، استعراض، غنى لو ما فيش نشاز، حاجات كده بتطلع طاقة فنية جميلة جدا. فطبعا انت غنيتي قبل كده مظبوط؟ بلاش غنى. ليش؟ لا لا، مش هطلع الفاصل غير لما تغني. لا لا لا، طب بعد الفاصل من فضلك بس اخد لي حاجه سخنه يعني. هتقولها ينسون وبعد الفاصل. أيوة. الفاصل. لموني اللي غاروا مني، قالوا لي وش عجبك فيها، جاوبت اللي جهلوا فني، خدوا عيني شوفوا بيها، حالطفله اللي غيرتوا منها وحبيتوني بجل نساها، ما نقدرش نبعد عنها وانا كالحوتة في ماها، عاشق ومغرم في فنها، حياتي كله هبتوا ليها.
ومايك بقى وبتاع يعني. طب احنا برضو نسمع برضو حاجة عشان بس فكرتني بقى. لا بقى لا لا حتى ده لازم بقى عزف يعني وحاجات كده. اول كوبليه اول كوبليه اول كوبليه اول كوبليه. Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was blue. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance, the way you were men bracing danced away. And ever since that night we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Wow. Thank you. ما فكرتيش تغني؟ اتعرض عليا زمان يعني بس لا ما اتدربتش طبعا. انت غنيتي فوازير انا فاكر مؤدية يعني. بس كده يعني. لكن كان لازم عشان احترف الغناء طبعا اتدرب. بس انا عاشقة لحاجة اسمها طرب، مش غنى عادي. انا بحب اسمع مزيكا وطرب، بحب انا بحبها. وفي اي وقت مبسوطة اسمع مزيكا، متضايقة اسمع مزيكا، عايزة اعيش في نكد اسمع مزيكا. بس توقف بقى، نوع المزيكا ايه؟ طبعا الاغنية طبعا طبعا. عملتي نقلة مهمة جدا الحقيقة، يعني يمكن عملتي الف ليلة وليلة طبعا، وكنت عاملة الجازية، لكن عايز اقف شوية عند الليل واخر. تجربة مهمة جدا في حياتك طبعا. مع الدكتور يحيى الفخراني طبعا، كلميني عنها. اخدت جايزة احسن ممثلة في الوطن العربي. انت جاي لك كل حاجة، ده مش بقى ولا فضة ولا صينية ذهب ولا فضة، دي الماس ياقوت مرجان. اتفضلي اتفضلي، مش عليكي اي حاجة غير انك تمثلي وبس. مدام رباب حسين طبعا، مخرجة كبيرة طبعا، جميلة حبيبتي، انا بعتبرها في مقام والدتي. معانا الاستاذ يحيى الفخراني. كاست العمل كله من اوله لاخره طبعا، اللي كاتب برضو الاستاذ جلال عبد القوي، انا حظي معاه حلو قوي، الا السنه بتاعت للاسف الشديد هزل الهلال يا سيد المسلسل اللي لم يكتمل في 2010. فالحقيقه الورق وانا عماله اقرا المسلسل انا عماله اعيط، انا وانا بقراه اساسا بعيط. دور صعب الغازيه جدا، ذاكرتي له ازاي؟ عشت فيه قوي، وعشت هي نقله مختلفه عن كل اللي عملتيه قبل كده. ده حقيقي عشت فيها قوي. ومهمه قوي الاخذ والعطاء بينك وبين الفنان او الزملاء اللي حواليك. في ناس وفي مخرجين بيحبوا الفنان. العمل كله كان عمل متكامل كله. بتشتغل مع مدام هدى سلطان وهي بتعيط، انا مجرد انها دخلت في اخر مشهد بتقول كلمه ابني، دي خلتني خلاص جسمي كله اشعار، انا جوايا تعبانه جدا. وبالمناسبه يمكن في ناس كتير ما يعرفوش الحدوته دي، انا قعدت ما عرفتش اتحرك، ودوني عند دكتور سمير الملا شيل، يعني شالوني بالكرسي من كتر جالي زي شد عضلي، كرامب في ظهري من كتر ما اندمجت جدا جدا في الدور. نسيت نفسي. ودي طبعا مش حرفيه، لان لازم برضو يبقى الفنان مننا عنده حته الحرفيه انه يقدر يفصل. انا ما فصلتش. انت تايلي اعمالك انك انت اشتغلتي على نفسك يا نرمين، يعني طورتي من ادائك، يعني موديل الاعلانات اللي هي بيسموها الشكل الجميل، لا تحول الى صوت واداء والقاء وفوناتكس ومخارج الفاظ. اشتغلت يعني ذاكرتي شوي ازاي؟ عملتي ايه؟ ذاكرت اولا، اكتر مذاكره بذاكرها ان انا كنت اقعد اتفرج على، بصراحه هقول لك الحقيقه، يعني انا بتفرج على افلام اجنبي كتير بوضوح جدا. انا واضحه بس النهارده هبقى واضحه اكتر كمان. اتفرجت على افلام اجنبي كتير قوي قوي، يعني والدتي كانت انسايكلوبيديا كده، كانت حافظه كل الافلام والاسماء الحاجات الكبيره. فعيش يمكن اخدت ده منها. حتى الاغاني
كنت سابقة سني، يعني كنت كبيرة قبل سني وأنا صغيرة، كنت كبيرة قبل سني، لأن عندنا الجراوندنج اللي هو الجراوندنج اللي هو البكر، كنا نسمع الأغاني القديمة. فأنا محبة للأغاني القديمة، محبة للأفلام الأجنبية، اتفرجت على الأفلام العربي برضو، قعدت أذاكر في السيناريوهات اللي معايا. كنت طفلة مطيعة إلى حد كبير أو صلصال جيد للمخرج الشاطر، فكان كل دي عوامل خلتني أتطور واحدة واحدة. أظنك بعد الليل وآخره بدأت تقولي أنا بدأت أخطو خطوات النجومية بجد، أقف على أرض صلبة. اخترتي بعدها إزاي؟ ده كانت مشكلة كبيرة، لأن أنا طبعاً برضو فوت في أعمال مهمة جداً أنا فوتها من حياتي، بس كانت غصب عني. يعني مثلاً كان الحاج متولي، جالي الحاج متولي، عملته سمية اسكندرانية برضو زميلة جالي كذا عمل الحقيقة. أنا كان ممكن يعمل نقلة تانية، بس كان غصب عني، كنت بشتغل وكنت بشتغل بكسرة زي ما بيقولوا. يعني بعد الليل وآخره كان يا إما اتجنن واقعد في البيت وأقول أنا هعمل إيه تاني، يا إما أحاول أكمل بس بأسلوب تاني، يعني أخد بقى أسلوب بقى مختلف، يعني أعمل حاجة دور مختلف، الأصدقاء مختلف، لأن الأصدقاء هي شوية عندها حبة نفسها قوي، بتدلع زيادة عن اللزوم، مفيش حد بيقول لها لأ، اللي صار وحسابات أخرى برضو قصة تانية. ابتديت أدخل بقى في الأعمال المختلفة، ما حبيتش، يعني شلت نفسي من الحدوتة دي، لأن ما أعتقدش أنها بتتكرر كتير في حياتي، فيها ريسك عالي جدا تبتقى. وأنا فاكر ساعتها حتى إحنا اتكلمنا مع بعض وإنتي كنتي هتعملي دور إنجي اللي عملته الراحلة مريم فخر الدين رحمة الله عليها، محمد رياض النجم الجميل عامل دور عالي. حسبتيها إزاي؟ ما خفتيش من التجربة وإنتي لسه في بداية طريقك إنك تعملي حاجة اتشافت عند الناس ومحفوظة قبل كده مرة تانية تلفزيون؟ لو الواحد هيقعد يفكر في الخوف ما كنتش ممكن اقدم على حاجات كتير قوي، مع ان انا في قرارة نفسي قلوقة، ما بعرفش اخد قرار سريع، لازم اقعد ادرس الموضوع، ولازم اقعد مش عارفة ايه، ولازم اقعد اسمع، ودي حاجة مش صح. لازم take it or leave it، يعني ان انا يا اما اخد ده يا اما ما اخدش ده. لكن في المرحلة دي كنت لازم اوافق، وبرضو كل حاجة كانت متاحة عندي، كاست اخراج برضو مدام رباب والاستاذ احمد توفيق رحمه الله عليه. فاحنا يعني انا برضو في موقف ما ينفعش اقول كلمه لا. وبالمناسبه المسلسل لقى نجاح فظيع في الدول العربيه، يمكن كان اكتر من مصر، لكن كل الدول العربيه. وانا فاكره كنا سافرنا، كان ساعتها ما كنت اشتغلت مع الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ، كان في مدام صفيه العمري، وكان في استاذ يوسف شعبان. كنت فاكره كنا مسافرين دوله من الدول، بناخد كده يعني بنطلع نتكلم وجوائز وكده. كمية مكالمات جات لي، وبرضو أعتبر أنا أصغر واحدة قاعدة في الجلسة الكبيرة اللي فيها كل الفطاحل، جات لي مكالمات كتير قوي. كنت سعيدة جدا جدا بالموضوع ده، مش مصدقة نفسي إن أنا قدرت أحقق نجاح. يمكن في مصر طبعا إحنا لما نيجي نقارن، أكتر نقد ضايقك ساعتها كان إيه، أو كان أعنف نقد قريتي؟ أعنف نقد كان من مدام مريم، بس ما أقدرش أكرره، لأن أنا عاتبت على هي تقول اللي هي عايزاه، لأن هي حقها، وكل واحد حقه ان هو يغير على فنه ويغير على مكانته اللي قدر يوصل لها. وانا مش هقول ان احنا مفيش مقارنه بيننا وبينهم، بس هو فعلا في مسافه كبيره، وربنا يستر على بعد كده ان المسافه ما تبعدش اكتر، لان انا يعني ربنا يستر، لان الاذواق بتختلف، فربنا يستر. اميل لل انا شخصيه كلاسيكيه، يعني مثلا في بيتي تلاقيني عندي كلاسيك وعندي المودرن، عندي الاثنين، بس بحس الكلاسيك بالشياكه مفيش فايده، يعني هروح وهاجي. المودرن حاسه ان شويه لازم اغيره، لكن الكلاسيك هو كلاسيك ما بيتغيرش. ثمنه فيه، لو جيت بعته في مزاد هتكسب، لو جيت قعدت عليه هتحس بالفخامه والشياكه والراحه، حاجه مريحه كده قاعد. فانا شويه كلاسيكيه. مين مستشارك او مين تلجئي له عشان يساعدك في اختيار ادوارك، او يقول لك الدور ده حلو الدور ده مش حلو؟ راحت والدتي رحمة الله عليها بصراحة، هي وهي سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، ثلاث أرباع أعمالي حقيقي اللي لقت نجاح أو استحسان من المشاهد حقيقي، والدتي هي اللي كانت بتقراه. هي كانت شخصية جميلة الحقيقة قوي يا حبيبتي، قوي 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 بجد قوي.
قوي. بس واضح ان كنتوا اكتر من ام وبنتها، كنتوا اصدقاء. كنا اصدقاء، وتحول الموضوع ان انا بقى عندي بنت، يعني الاب فين الله اعلم. لكن هي كانت امي ووالدتي في نفس الوقت، او والدتي وتحولت لبنتي بعد كده. هل فتره اختفائك شويه نرمين اللي انت يمكن الناس افتكرت انك انت ارتبطت وهجرت وحاجات يعني كلام كتير اتقال، كان ايه السبب الحقيقي؟ مرض ماما؟ والدتي طبعا. طبعا. ايه اللي حصل؟ طبعا والله هي كانت طول عمرها الست دي يعني سيرفايفر، يعني ست عايزه حب الحياه برغم ان الحياه كانت بالنسبه لها كانت صعبه. وبيقولوا سلف ودين، لكن انا مش شايفه ان فيها عندها اي حاجه. الحياه الست دي وحشه في حياتها، كل حاجه بالعكس كانت جميله جدا. هي صاحبه مرض من وانا في ثانويه عامه، من ساعه ما تعبت وانا في ثانويه عامه، بس كانت اورام حميده، ما كانش فيها حاجه. وبعد كده جينا في 2005 برضو جالها. انا فاكره كنت بصور مسلسل على ما اعتقد للثروه حسابات اخرى، استاذ مايل عبد الحافظ حاول يخلص لي مشاهدي بدري. وسافرت بيها، كان برضو ورم تاني حميد. لغايه بقى في 2010 جالها كانسر. بس اتغيرت حياتي كلها تماما تماما، يعني حياتي كلها اتغيرت. وانا عشان بنت وحيده طبعا، حتى وجود اخواتها، بس اخواتها برضو ما هماش صغيرين، يعني اكيد كل واحده فيهم كبرت وكلام من ده ما تقدرش تشيل. فكنت انا اللي شايله، وكنت هفضل شايله، يعني والدتي لو كانت موجوده كنت هفضل شايلاها، ولا فارق معايا ولا فن ولا اي حاجه في الدنيا كلها. بالرغم اني ساعات كنت بتعب، ساعات ببقى خلاص هموت مش قادره، الى ان بحط راسي على المخدة انا مستريحه، ان انا يعني اديت كل اللي اقدر اعمله ناحيه امي، لانها تعبت معايا جدا، كانت بتخاف عليا جدا، كانت بتيجي معايا التصوير في بدايه حياتي، كانت على طول معايا. كانت بتجيلي المدرسه، دي حاجات انا ما قلتهاش فعلا في البروجرام، يمكن اتكلمت عن امي قبل كده بس ما اتكلمتش بالاسم. كانت تجيلي المدرسه وانا صغيره في فيكتوريا، وتجيب لي بقى الاكل وبتاع، ممكن تجيب لي اكل، مش سندوتشات، ممكن تجيب لي اكل يعني اكل بيتي. اقول لها انت ليه بتعملي كده، انا هتكسف قدام اصحابي. بعد كده الاقي بقى الزملاء نفسهم او زميلاتي في المدرسه يقولوا لي يا بختك احنا ما بيحصلش كده، بقى فرحانه بقى وفخوره قوي انها معايا كده. فكانت علاقتنا كانت اب وام نبي، كانت اب وام، رغم وجود يعني والدي موجود ربنا يديله الصحه، لكن هو طول عمره مهاجر بره مصر، ما جاش غير مرات تتعدى على الصوابع. فكانت هي الاب وكانت هي الام وكانت كل حاجه. فاي حاجه انا ممكن اعملها لها بجد ولا حاجه. ثانيا فعلا هي بعد ما راحت انا لغايه دلوقتي انا مش نرمين، ممكن اضحك، ممكن اروح افراح، ممكن اطلع اعياد ميلاد، ممكن اروح عزا، ممكن اروح كل حاجه على قد ما اقدر، لكن انا ما رجعتش نرمين للاسف. ايه الحاجه اللي ما رجعتش فيكي؟ اهم حاجه، هي كانت اهم حاجه، دعوتها، ابتسامتها، كانت صديقتي بجد، الصديقه الوفيه اللي عمري ما هلاقي. يعني انا عندي اصحاب وعندي ناس كويسه الحقيقه، بس ما فيش صداقه حقيقيه زي كانت صداقتي بامي. فالعلاقه كانت هنا علاقه جامده قوي، ومش سايبه اثر. انا لغايه والله انا لغايه دلوقتي تعبانه، يعني لغايه دلوقتي لما تحسي انك انت محتاجه لها او مشتاقه لها جدا بقعد اكلمها. كلميها تقول لها ايه؟ بقعد اكلمها وبقعد اعيط، وانا بصلي اعيط وادعي لها، وانا قاعده بالليل بتفرج على التلفزيون كده مثلا في مشاهد معينه، لا تلاقيني بقعد اكلمها، بس ما ببصش بقى ساعتها للتلفزيون، ببص للسما دايما. انا عندي قعده ليفنج اللي انا بقعد فيها على طول في شباك، ومنك بقى كده للسما على طول. فبقعد اكلمها، يعني انا بقعد اتكلم معاها كتير قوي قوي، ويعني وانا حاسه ان حياتي فعلا اختلفت، والله اعلم ايه اللي هيحصل بعد كده، ايه اللي انا هشوفه. واعتقد ان انا شفت مشاكل بعد ما هي راحت بتطلع لي من الهوا، فهل فعلا عشان دعواتها، هل الله اعلم. بس انا حياتي ما رجعتش زي الاول خالص. وصيتك بايه؟ لا هي طول عمرها وصيتها واحده، خلي بالك على نفسك، ما تخليش حد يضحك عليكي،
ما تسمعيش كلام اي حد، خدي احتياطاتك، لان هي طبعا خايفه عليا. فكانت دايما عندها الحته دي، والحته دي بالتاكيد اثرت فيا كتير وخلتني دايما حاطه احتياط، بس ساعات ممكن ما يكونش في محله، لكن خلاص بقت حاجه للاسف في شخصيتي، وانا بحاول اغيرها واحده واحده. بس اظن الوحده شيء قاسي جدا، جداً في حياه الانسان جدا، بالرغم ان تشعري بالوحده جدا، بالرغم ان يومي مش عارفه بيعدي ازاي. يومي بيعدي هوا، يمكن بشغل نفسي برياضه، يمكن بشغل نفسي بسفر، يمكن يجي لي ورق، بس ده كل فين وفين. اصل الممثل في الاخر هيمثل، هنمثل مره في السنه، هنمثل كام يوم، هنمثل مسلسل كام يوم في السنه، 30 يوم 45 يوم. فشأني شأن كل الممثلين او شأن كل الناس الفنانين بمعنى اصح. لكن الحمد لله عندي حته سكينه وهدوء، وطبعا حاسه بوحده، لان في الاول حتى وهي مريضه في ناس في البيت، في ممرضات، في انا موجوده، في حاجه، في حد بروح اقعد جنبه حتى لو هي بقت ضعيفه خالص وايديها بتيجي عليا كده، لكن في حد في البيت، في بني ادم، ومش اي حد، في انسانه او في كيان هي كل حاجه. فالكيان ده كله راح مني فجاه، مش فجاه، هي كانت مريضه وصاحبه مرض طول عمرها، لكن وفاتها قطمتني، يعني قطمتني بجد او كسرتني بجد. وفعلا انا لغايه دلوقتي. لكن ما ندمتيش انك انت قعدتي جنبها وسبت شغلك، وان ده ممكن يكون اخرك شويه عن الناس، ممكن يكون طلعوا معاكي في نفس الوقت فتقدموا عنك، لانك انت قعدتي في البيت جنب امك تخدميها وهم كانوا بيشتغلوا؟ سؤال مهم قوي. احنا زمان لو نفتكر كانوا يقولوا ايه، هي طول النهار مين بتشتغل، نفتح الحنفيه نلاقيها نازله لنا، مش معقول احنا زهقنا بقى. وما كانش ساعتها الاجر، انا بقولها طبعا بالاسلوب بتاع الفن عندنا، يقول لك على طول، او اسلوب الناس دي على طول موجوده. سبحان الله، الطبيعي ان احنا لما بنعزز نفسنا مفروض ان ده بيبقى افضل كساحه فنيه، كالفيلد نفسه ده مفروض انه كان يبقى احسن. النتيجه جت عكسيه، بس انا مش متضايقه، انا اديت فني كتير واخدت كتير، يعني هو اداني واديته. اكتشفت مؤخرا ان للاسف ان لا، كان لازم ابص في كل النواحي، يعني ما بقاش سايبه نفسي للتمثيل فقط. لان الواحد لما يكون في عزه، انا هقول او هدعي ان انا لسه، طبعا انت لسه، طبعا يعني انت لسه، يعني انت في سن الشباب ولسه قدامك العمر، يعني طويل انا في سن معقول، مفروض ان الحياه كانت تبقى غير كده. فاكتشفت ان انا اخطات في حق نفسي، هي برضو كان خطا من والدتي، هحطه تحت كانت بتحبني قوي. ايه نوع الخطا؟ انها كانت يمكن مستخسراني في اي حد، او كانت عايزاني انتبه لمستقبلي وحياتي اكتر كشغلي. وهي برضو مهم ان البني ادم يقدر ينجح، يقدر يبقى عنده، ما يبقاش محتاج حاجة معينة، بس ده برضو مش كافي. سنة الحياة كارتباط، زوج، أولاد، برضو كانت مهمة جدا. إلى أي مدى بتحملي نفسك مسؤولية أنك أنت ما جوزتيش، أو أنك أنت كنت بترفضي كل اللي بيجي لك تحت مسمى أنك أنت جوزتي الفن زي ما كنت بتقولي؟ مش هضحك عليك، أنا لو نيجي نقيس اللي أنا شفتهم في حياتي، ربنا ما بيديش كل حاجة. ممكن عندي عيلة كويسة، درست إلى حد ما في مدارس أو جامعات كويسة، ربنا بيديني حاجات كتير. لكن لو هنيجي نشوف الخطاب اللي جم في حياتي، انا ما اعتقدش ان حد يتندم عليه غير يمكن لو هنتكلم بحق ربنا، يمكن اتنين في حياتي. وكنت ساعتها في بداياتي، فعايزة اشتغل. لما بتشوف الحاجات الكويسة وتشوف حد عاملك معاملة جميلة، فعلا دي أميرة. مش معنى كده أن أنا أميرة، ممكن إنسانة تبقى عادية جدا والراجل يديها إحساس أنها أحسن واحدة في الدنيا، والعكس صحيح. هي دي الحاجات اللي في الحياة اللي ممكن الواحد يبقى ندمان أنه هو ما بس لسه في فرص. أكيد طبعا، أكيد في أرسان لسه، بس في أرسان كتير، بس المشكلة ما بقاش زي الأول، الحياة اختلفت. يعني قريب حسمة أخبار سعيدة؟ لا لسه شوية، لسه شوية. بعد الفاصل نواصل حوارنا مع الفنانة المتميزة نميل فيه.
ورجعنا لكم تاني مع نرمين الفي، ولسه بنتكلم معاها وبنتكلم على مشوارها الفني وحياتها الانسانيه اللي مليئه بالشؤون والشجون. لكن يعني عايزين نكسر الحزن شويه ونخش تاني في الاعمال الكويسه. الحقيقه من اهم الاعمال اللي قدمتيها مؤخرا جدا بعد رجوعك التمثيل جبل الحلال مع الكبير الساحر محمود عبد العزيز، والحقيقه اتعرضت عندنا في الحياه وكان من المسلسلات الناجحه جدا اللي احنا كنا سعداء جدا بيها. كلميني عن تجربتك مع الاستاذ محمود عبد العزيز. بوسي شلبي صاحبتي وجارتي كلمتني قالت لي محمود عايز يقعد معاكي يا نرمين وكلام من ده، فابتديت فرحت زرتهم في البيت قعدت. قال لي نرمين هرشحك بس الدور مش كبير هتوافقي؟ بصيت له كده طبعا يعني محمود عبد العزيز ده لو مشيت من قدام الكاميرا خلاص. لان اي حد فينا بيتعامل او جات له الفرصه انه يتعامل مع النجوم الكبار دي بجد ده ارشيف محطوط عندنا في المكتبه، لان دول ناس عمرهم ما يتعوضوا. زي ما انا بقعد اتفرج على ابيض واسود دلوقتي واقول انا ما مثلتش مع الناس دي ليه بالظبط كده، فما اقدرش اضيع الفرصه. فانا كنت عارفه انا داخله من الاول، وكان هو قالها لي بصريح العباره يعني نرمين انتي هتطلعي معايا في 7 حلقات موافقه؟ قلت له الدور ايه حضرتك كذا كذا، قلت له اوكي موافقه. قال لي مش يعني دور مهم جدا بس ضيفة شرف، قلت له اوكي. مضيت وطبعا دخلت زي ما لازم اكمل الموضوع، قلت له اللي انتوا عايزينه حطوه، انا مش هتكلم في اي ماديات خالص، بل بالعكس انا برجع من خلال نجم كبير حتى لو انا بسهر في اخر 7 حلقات. لما ابتديت اشتغل لقيت نفسي بقى من الحلقه ال 15 او بكلام من ده لغايه اخر المسلسل. حاولت ان انا في الدور ده بشتى الطرق ان انا اعرف بجد يعني اطلعه بالشكل اللائق في وجود برضو كم كبير من الفنانين والاخراج والاضاءه والسيناريو كل حاجه. البحار موندي ده مسلسل حبيب قلبي بقى ده. انا بحب السباحه جدا جدا، وهاني لاشين المخرج طبعا مخرج عبقري، مخرج جميل جدا، هو اللي صور المشاهد، ما كانوش جابوا له الكاميرا، هو اللي صور المشاهد تحت الميه. اسكندرانيه، قصه قريبه للحقيقه، او هي فعلا بس مش من لوران، ما كانتش من لوران من بحري. ما هو مش مشكله بنت لوران برضو ممكن تعمل. هي قصه حقيقيه بس اكيد طبعا فيها شويه يعني شطه، شويه فلفل، شويه ملح، شويه بهارات. اتعامل مسلسل انا من الاعمال بقى بجد اللي بحبها بجد، بحب المسلسل ده قوي قوي، البحر هو ناجح جدا. وكنت بلاقي على العربيات مكتوب عليها زغدانه كنت اسمه. بقى طايره من الفرحه. ورغم توقيت المسلسل كان عرضه وقت متاخر جدا، كان بيجي في رمضان الساعه 2 حاجه كده، الا ان كانت نسبه المشاهده عاليه قوي في المسلسل. الافلام السينما اللي انت عملتيها وراضيه عنها وايه اللي انت مش راضيه عنه؟ لا انا ماليش حظ في السينما خالص، وكل عمل دخلته عشان احط رجلي في السينما حتى لو انا مش مقتنعه، قلت هطلع وهحاول اعمل اي حاجه. للاسف لان ما تعرضش عليا. هل كنت بنت التلفزيون؟ هل كانت ساعتها السينما زي ما بالظبط دلوقتي لو جينا قسناها 3/4 اللي كانوا في السينما هم اللي بيشتغلوا في التلفزيون بنفس الكاست او بنفس التيم ورك بتاعهم؟ فانا ساعتها كنت التلفزيون، يعني كنت بنت التلفزيون بمعنى اصح. بس انتهت خلاص الجمله دي، يعني انا اظن النهارده بقى نجوم السينما نجوم تلفزيون. ما انتهتش خالص، لغايه دلوقتي هتلاقي هم نجوم السينما بيرشحوا بعضهم او الزملاء اللي هم معاهم. طبعا المخرجين طبعا هل في شلاليه شويه في الترشيحات؟ طول عمر الموضوع كان في شلاليه، لكن التلفزيون ما فيهوش شلاليه. وشغل بيجيب شغل، قعده بتجيب قعده. انا بعد جبل الحلال حاولت ان انا ارجع زي ما انا استوقفت في فتره معينه بتاعت والدتي، لكن واضح ان ما جاتليش الفرصه غير في مسلسل يعني لسه مترشحه. اترشحت في مسلسل اعتذرت لاني مش عايزه اقلل من نفسي، مش عايزه اوصل لمرحله اقول انا عشان حابه الكاميرا وحابه التلفزيون وحابه اشتغل تاني ان ممكن اني
انزل، ما ينفعش ابدا باي حاله من الاحوال. ما اعتقدش، لانك انت الحقيقه الاعمال انت فنانه متميزه وادائك ممتاز. وكمان يعني انت ادوارك بتتكلم عنها مش محتاجه حد يعني يتكلم، يعني ما اقدرش اقول ان قاعد مع الفنانه الكبيره يعني الفنانه الشابه لسه نرمي، فانا اظن يعني المستقبل لسه كبير. ميرسي. فانا واثق ان الفتره الجايه هتشهد يعني ان شاء الله. ان شاء الله تعرض عليا بالفعل ممدوح شاهين عرض عليا مسلسل لسه بيتكتب، هو 60 حلقه بعد رمضان. الحقيقة اللي كتبه سيناريست اسمه أحمد صبحي، من المعالجة الأولانية خاصة وأنا بقراها شديت جدا، وإحنا بقينا بنفتقد الحتة دي. هم بيحاولوا دلوقتي، والحقيقة دي فكرة كويسة جدا وأنا بزكيها، أو فكرة إن ما يبقاش موسم رمضان هو موسم الدراما، يبقى مواسم أخرى. ففكرة الستينات بقى فيه دلوقتي تايم سلوت موجود في الخرائط كلها، اللي هو بتاع الساعة 6 زي زمان، مسلسل الساعه 6 ايوه ومسلسل الساعه 9 بالظبط. كان زمان في التلفزيون الساعه 8 فبقى صح. بقى 5 و8 او 6 و9 فتلاقي في سلوت 6 وفي ده كل المحطات، يا اما تلاقي تركي يا اما تلاقي هندي يا اما تلاقي النهارده بقى ايه بقى عربي ستينات. فانا بشوف ان ده شيء كويس قوي، واحسن من ان احنا نجيب اعمال من بره، وبيدي فرصه ان كله يشتغل، ان كل الناس تشتغل بالزبط. وانا بقى لو هتكلم انا اجي ايه جنب ناس كتير قوي من المخرجين الكبار اللي قاعدين في بيوتهم، يعني لو احنا نتكلم على في حاجه فعلا لا حصلت. بس انت مكبره الموضوع شويه. لا والله صدقني مش مكبره. طب فين انا بعرف ان بيجيك اعمال كتيره بتعتذر عنها. ايوه انا اعتذرت فعلا السنه اللي دي عشان الحسد. لا موضوع الحسد لا، انا هقول لك حقيقه فعلا انا اعتذرت السنه اللي فاتت عن ثلاث اعمال حق ربنا. ايوه عرفت منين؟ عرفت بقى العصفوره. انا اعتذرت فعلا عن ثلاث اعمال، وده علشان انا كنت حابه، مع ان والله الاعمال كانت حلوه، بس يمكن انا كنت طماعه شويه، كنت أيوة. عايزه ارجع أيوة. شويه. ده حقيقي عشان الاجر يا استاذ نرمين. لا والله خالص، هتصدقني لو قلت لك ان مثلا اجري في جبل الحلال ربع اجري، اخذت ربع اجري وانا مبسوطه. الاجر ده احنا بناخده في بدايه حياتنا. لا دي مجامله بقى يا استاذ محمود عبد العزيز. لا مش مجامله وبس، اصل احنا غير انها مجامله او وهو يستاهل المجامله طبعا، وفي نفس الوقت انا برجع وبرجع بشكل جميل او برجع بشكل قوي. فكره ان احنا زمان كنا عايزين نعمل اجر بناء على اللي بيتحط احنا محطوطين فين والبيع فين. لكن انا بالحقيقه ان انا فعلا اجري مش كبير، لاني كنت بفكر في التمثيل اكتر. جينا نقارن مثلا لاخر مره انا لغايه 2010 اجري كان ايه، ونجمات موجودين كان اجرهم ايه؟ لا انا طبعا اجري ما كانش كبير. سمعت دلوقتي واللهم لا حسد، ومش هقول بعد كده. طيب المسرح بقى اخباره ايه؟ انت عملتي مسرح كذا مره، عملتي انا مراتي ومونيكا كمان مع الاستاذ سمير غانم، مسرح كوميدي استعرضتي. الكوميدي دي كانت مسرحيه جميله جدا، وحسيت ان سنتين ونص ضاعوا كده يعني، ما حسيتش في ثانيه. لو في مسرح كويس دلوقتي طبعا اكيد. بس هو بيسرق طبعا، بيسرق الوقت بشكل غير طبيعي، بس هو ممتع لانك بتاخد رد الفعل مباشر من المشاهد. في حفله مهرجان اسكندريه السينمائي كنت مذيعه الحفله وقدمتيها بشكل كويس قوي، ده بدايه مشوار بقى للتقديم برامج وتنافسينا وكده ولا ايه؟ لا مبدئيا ما اقدرش انافسك خالص. ما اقدرش، لكن واي نوت، ليه لا؟ ان لو جه حاجه كويسه ان انا فعلا اقدمها. انا كنت طالعه على فكره يعني على المسرح بجد انا مرعوبه ومش شايفه حاجه، شايفه كله اسود، وكنت خايفه من صوتي، بس الحمد لله عدت الحمد لله. بس يعني بتفكري تقدمي؟ طيب انا طبعا انا بشكرك جدا، انت نورتيني في البرنامج النهارده، وانا هديك الفرصه انك تقدمي النهارده، خليك تختمي الحلقه الناس تحكم، لو كان كده تبداي بقى تقدمي برامج على طول. بجد انا بشكرك جدا، نورتيني النهارده بوضوح، وانا هتابع وبتابع اعمالك كلها، واتمنى لك دايما كل توفيق وكل نجاح. واسيبكم بقى تختم الحلقه الزميله نرمين فيه. لا لا لا، وشوفوها لو تنفع مذيع يا جماعه ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك، واحنا هنجيبها مذيعه. يلا كاميرا قدامك اهي، كاميرتك اهي، فين كاميرتها؟ ليه كده؟ طيب يعني كاميرتك لا 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 بص الكاميرا واختبئ. لا لا طب اي سكريبت؟ طيب لا ما فيش، هو على هوا، ده اختبار على هوا. جهجهوني كده، اختمي الحلقه الكاميرا قدامك اهي. يلا بس بص حضرتك الكاميرا ايه، كاميرتك كيف؟ ايوه اتفضلي. ليه الاحراج؟ يلا 5 4 3 2 1. كان معنا اليوم الدكتور عمرو الليثي،
شرفنا بحضرتك يا فندم. ميرسي يا فندم، وسعداء بيك جدا، وان شاء الله في حلقه قادمه ان شاء الله تجيبوني تاني معاك هنا. طبعا متشكر قوي، ده لازم. صباح الخير.